اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، نجومنا دائما المتواجدين معنا وبنسعد دائما بتواجدهم معنا، قدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ نقدنا الرياضي الكبير طبعا واستاذنا. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن. كله تمام؟ الله يخليك. صحي 8 الصبح برضه؟ اه برضه. لا انا الحمد لله متاخر. اعمل ايه؟ صحي متاخر. صحي 9. لا لا 9 ونص. ربنا يديكوا الصحه دايما. استاذ جمال استاذ محمود، كيف رايتم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ انا عارف ان انتم من المتابعين دائما لما يحدث داخل النادي الاهلي، كيف رايتم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ شوف، دايما بيتقال حاجه مهمه قوي، انه عدم اكتمال الجمعيه العموميه ده تفويض لمجلس اداره النادي. ومش بيتقال ده حقيقي. وتعبير عن موافقه الجمعيه العموميه على السياسه اللي بيتبعها مجلس الاداره. وبالتالي النهارده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لم تكتمل، فده معناه برضو ده عكس ما كان يشاع في بعض الجروبات كده على الفيسبوك في الفتره الاخيره، انه في جبهه معارضه وفي كذا. طبعا مع كل الاحترام، لا طبيعي لازم يبقى فيه، لا ومع كل الاحترام، حتى لو اي حد عنده وجهه نظر صحيح مخالفه لمجلس الاداره، اعتقد ان مجلس الاداره بيكون اول المرحبين بهذا، بدليل برضو حضور هذا العدد من أعضاء الجمعية العمومية. والكلام اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب أنه هو برضو بيقول رغم الصعوبات اللي بتواجه هذا المجلس إلا أنه في إنجازات والحمد لله، ميزانية فائض فيها كويس ولم يكتفي بكده. قال كمان أنه يعني المجلس الإدارة بيسعى لمضاعفة، مش زيادة فقط، مضاعفة الميزانيات اللي موجودة. وطبعا زي ما حضرتك شايف والناس كلها بتتفرج معانا، في شكل حضاري معتاد داخل النادي الأهلي بإقامة الجمعية العمومية، والحرص يعني حرص مجلس الإدارة كان كبير على إن هي تكتمل. يعني مجلس الإدارة طبعا لم يكن ضد اكتمال الجمعيه العموميه، بالعكس. لا اصل في ناس على فكره في مجالس احيانا بتشتغل لافشال انعقاد الجمعيه العموميه، واخد بالك؟ لكن انا بعتقد ان مجلس الاداره كان جاهز ومستعد تماما لاكتمال هذه الجمعيه العموميه صحيح، والاجابه على كل اسئله الاعضاء. نعم استاذ محمود، اعرف رايك برضو قبل ما ناخد كلمه الكابتن. لا طبعا انا عاوز اقول لك على حاجه، انه زي ما قال الأستاذ جمال أنه عدم الاكتمال يبقى له رؤية واضحة كابتن إسلام. طبعا غير بخلاف موضوع الثقة، لأنه على مدار تاريخ مجالس إدارة الأهلي كلها في الغالب يمكن اكتمل مرة وحيدة في فترة 98-99. وقتها كان رحمة الله عليه كابتن صالح سليم، وقتها كان لسه حمام السباحة الجديد في مدينة نصر كان فيه حدوتة، ورغم ذلك حتى رغم هذا الاكتمال وحصل وقتها بعض المناوشات، كان الاعضاء معترضين شويه على حاجه، لكن قدر ببراعه شديده وقتها الكابتن حسن حمدي يحتوي الموضوع، لانه ما خرجش البعض برضه زي ما بقى الاستاذ جمال كده بيقول لك ايه، البعض بيحاول يصور انه حتى لما تكتمل يعني بقى في، لا ما فيش قلق، لانه الثقه المتبادله ما بين اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس الاداره اللي هم اختاروه لازم تاخد بالك من جزئيه طبعا، حتى من خلال شوف النهارده انت عندك الجزيره، الشيخ زايد، مدينه نصر، وبتستعد للحدث الاكبر كمان في التجمع، وعندك كمان الفرع الاقصر. اذا كان هناك بعض المشاكل الموجوده بياخذ بيها وبيتسلمها مجلس الاداره صحيح، واكيد عنده عين فاحصه وموجوده بيتابع كل الحاجات بيحطها في ملف وبيقدمها لمجلس الاداره. هذا النهارده ده دليل على الثقه في المجلس، وانه تفويض المجلس واعتماد اعمال الجمعيه العموميه واتخاذ كثير من القرارات اللي هم شايفينها وحجم العمل الكبير اللي بيتم على المستوى على النواحي الاستثماريه، في ظل مش عاوز اقول ظروف عالميه، كمان ظروف محليه كمان على الوضع ثابت، انك انت تصل للمستوى ده في حجم مثلا الرعايه الجديده، تصل في حجم الشراكه اللي موجوده، شركات كبرى بيبقى عندها رغبه في ان التعاون مع هذا الكيان الكبير صاحب التاريخ العريق والتاريخ المستمر من النجاحات. ايضا مجلس اداره النهارده
وجوده وتواجده بالكامل بيبرهن لك على حجم كمان العمل وانه مستمرين في هذه الفتره. فاعتقد انه النهارده ده تجديد للثقه في المجلس، دعم كبير جدا من الجمعيه العموميه للاستمرار نحو استكمال مرحله وافتتاح فرع التجمع الخامس وتحقيق الافضل للاهلي واعضائه.